ومن الجزائر ينضم إلينا كريم قندولي مراسل الغد. يعني كريم، لو تضعنا وتطلعنا على آخر تطورات المشهد لديك ومن تقدم حتى الآن بأوراق ترشحه في الانتخابات. اهلا وسهلا. كما سبق وانا اشرتي حاله الترقب لا تزال، هل سيترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ام لا، لكن التصعيد ياتي من الشارع وخاصه ايضا من الحطم الجامعي في العديد من الجامعات، ليس فقط هنا على مقربه على بعد 300 متر فقط من المجلس الدستوري. هنالك الجامعه، هذه الجامعه طلابها رددوا شعارات لا للوحدة الخامسة وحاولوا الخروج من الحرم الجامعي، ولكن هنالك تواجد كثيف لرجال الأمن الذين منعوهم من التوجه إلى المجلس الدستوري. حتى الآن لا يزال الترقب مثل ما قلت حول هل سيترشح الرئيس بوتفليقة أم لا، ولكن هنالك بعض المؤشرات التي توحي بأنه سيترشح. على سبيل المثال انسحاب حركة المجتمع السلم التي قالت بأنها في حال ما ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فإنها ستنسحب، وهي إشارة واضحة من ان هذا الحزب السياسي الاسلامي الذي كان بالامس القريب يقول بانه سيدخل هذه العمليه الانتخابيه ولكن تغير 180 درجه وانقلب على رايه وانسحب فجاه من هذا المعترك الانتخابي. هنالك ايضا علي بنفيس بعد ساعه بالضبط من الان سيلجأ أو يقدم ندوة صحفية يعلن فيها موقف حزب طلائع الحريات الذي يرأسه، هل سيدخل هذه المعركة الانتخابية أو لا. حتى الآن لا يعلم هل سيترشح، خاصة أنه خصمه اللدود الدائم هو عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الذي خسرها أو خسرها معه في فترتين سابقتين سنة 2004 و2014. الآن بنفليس يترقب الشعر الجزائري، هل هو الآخر سينسحب مثل ما انسحب حزب العمال، مثل ما سينسحب أيضا لا محالة حزب حركة مجتمع السلم. هنا يعني في ظل تواجد هذه الأسماء الثقيلة والأحزاب الثقيلة، هل كيف ستكون هذا أو يكون هذا المشهد الانتخابي لو ترشح بوتفليقة، خاصة أنه حتى الآن الوحيد الذي يملك وزنا ثقيلا أو ممكن أن نقول أنه لديه وزن ثقيل هو الجنرال المتقاعد واللواء المتقاعد علي الأمير الذي أودع ملف ترشحه على الساعة 9 بتوقيت غرينيش. نعم، سنتابع معك بالتأكيد تطورات المشهد. كريم قندولي مراسل الغد من الجزائر، شكرا جزيلا لك.